السلام عليكم، راح نكمل المورفولوجي مع التريماتودا. التريماتودا راح يصير عندنا تو، قلنا حسب كلاسيفيكيشن قسمنا الى انتستينال فلوكس عندنا، وعندنا الصنف الاخر عندنا بلاد فلوكس. زين، اللي قلنا الانتستينال فلوكس تشمل عندنا 3 سبيشيز، فاشولا هيباتيكا، فاشولوبسس بوسكاي، ان باراغونيماس وسترماني. اما بلاد فلوكس عندنا شيستوسوم مانسوني، شيستوسوم هيماتوريوم، وشيستوسوم تشابينوكم. راح نشوف الاستياجات بالمورفولوجي، راح نشوف ايك، نفس الشيء راح نشوف بالبلاد فلوكس ايك، نشوف هنا ميراسيديوم، هنا اوسو راح نشوف ميراسيديوم. سبوروسيست عبارة عن كيس اللي يعني يحتوي على الريديا بالنسبة للانتستينال فلوكس، بينما هنا سبوروسيست راح يكون يحتوي على سيركاريا. ماكو ريديا في بلاد فلوكس، وريديا بعد ذلك يصير ديفلوب بي ويتحول الى سيركاريا. هنا السيركاريا راح تتحول لشيستوسوم اللي نشوفه ان هيومن بودي، وهنا سيركاريا راح يتحول الى ميتا سيركاريا. فانفكتيف ستيج بالنسبه للبلاد فلوكس، البلاد فلوكس اللي هي شيستوسومز راح يكون عندنا سيركاريا، بينما انفكتيف ستيج هنا راح يكون عندنا ميتا سيركاريا. إذن الأدلت قلنا بالإنتستينال فلوكس عن ليفر عن لانج يكون هيرموفويدات، فقط عندنا بالبلاد فلوكس يكون دايشيوس، وعندنا سلندر شيب عند يعني يكون ميل وفي ميل واحد. هسا ناخذ ستيج ستيج. بالنسبة للإيك راح نشوف الإيك للإنتستينال فلوكس والليفر واللانج ثلاثتهم تقريبا نفس الشكل، فأنا خليت فقط إيك واحد يمثلكم كلهم. حجمه يتراوح من 130 إلى 150 بالمايكرون، ويكون شنو أوفال شيب with lid، lid أو أوبركولم. الأوبركولم عبارة عن غطاء يغطي الإيك. طبعا الإيك يكون نوعين، نوع يكون unfertilized egg، وعندنا راح نشوف باللايف سايكل يكون embryonated egg نفس الشكل، راح يكون with lid يحتوي على embryo. زين، بعد الامبريو يتطور مرحلة أخرى مفروض يتطور إلى شنو؟ إلى ميراسيديوم، اللي راح ينفتح الليد مالته أو الأوبركولم راح ينفتح ويطلع منه ميراسيديوم. راح نشوفه باللايف سايكل بعد شوي. البلاد فلوكس إكس ماكو بدون أني أوبركولم، ماكو أي أوبركولم، فقط يحتوي على سباين. سباين اللي هو يكون شوكة يعني موجودة في كل سبيشيزات اللي ذكرناها، شيستوسوم مانسوني، شيستوسوم هيماتوبيوم، وشيستوسوم تشابينوكم. راح نشوف بالشيستوسوم مانسوني يكون اوفال شيب، الايك يكون اوفال شيب with lateral sub spine، هنا يكون also تقريبا اوفال شيب همين with terminal spine، بينما التشابينوكم تكون حجمها اصغر بكثير من البقية with rudimentary، يعني شنو ردمنتري؟ يعني أثري ولاترال، يكون أما ردمنتري هم أثري. زين، يكون أثري السباين. زين، أحيانا تبين أحيانا ما تبين، واضح؟ زين، وحجما تكون هي جابانيكم أصغر حجما من البقية. بالمحاضرة نسيت أقول لكم أنه تكون مانسوني شوية أكبر من الهيماتوبيوم، إحنا بالعكس قلناها، بس هسا أأكد أنه شوفوا 150 باي 60 مايكرومتر و 150 إلى 50 مايكرومتر. زين، هاي الأشكال ما تلك. زين، نجي على ميراسيديوم. ميراسيديوم راح يكون هنا إلونجيتد بالإنتستين، يكون إلونجيتد هنا also elongated، بس هنا تقريبا ياخذ شكل يعني خلينا نقول الى شكل الكومتري شكل تقريبا. زين، ميراسيديوم دائما والسيليا، سيليا تساعدها بالسباحه بالووتر. طبعا الميراسيديوم emerge from the egg and penetrate the suitable snail. السنيل هو intermediate host، السنيل يعني هو القوقع المناسب له، راح يفوت داخله ويتحول الى طور آخر اللي هو سبورا سيست. زين، سيركاريا، سيركاريا another larval stage، طبعا يكون شكله شكل يشبه لو يعني شوفوا مراحل تطور الضفدع، عندنا أو بداية تكون الضفدع يسموه دعموس، فيسموه تيت بول، شكله يكون تيت بول. راح يتطور
طبعا ما انتستن الفلوكس حيكون ناتج من الريديا، طول القابلة يكون ريديا زين ويتحول إلى سيركاريا، بينما هنا يكون هو محطوط في داخل السبوروسيست، السيركاريا تكون موجودة داخل السبوروسيست زين، هاي سبوروسيست زين. إذا هو emerge from of asparagus، بينما هنا الريديا هي تكون developed to سيركاريا في الانتستينال. فنشوف الفروقات بالنسبة للهيد مع السيركاريا الانتستينال، راح نشوف round shape الهيد هنا، العفو هنا يكون elongated shape، والتير يكون single، هنا التير يكون by feet يعني مقسوم إلى قسمين. هنا emerge from ريديا، هاي لا يكون emerge from sporocyst زين. وبعدين التيل مالته راح ايش يصير بيه؟ راح يصير بيه شيدينج ويتحول الى ميتاسيركاريا زين، بينما هنا افتر شيدينج يتحول الى شيستوساميلا، الى شيستوساميلا. وين نلاقيهم؟ نلاقيهم اوصو بالووتر، اثنيناتهم يسبحون بالووتر زين. احنا هسه ننتقل الى الادلت مالت الانتستينال وليفر اند لانج فلوكس. الفلوكس عندنا يعني يكون اجسامها تكون ورقية الشكل، لاحظ اشكالها تكون تقريبا تشبه الورقة او تشبه شكل المثلث قلت لكم الموجود في نهاية الانكور، تكون مضغوطة تكون فلاتنت بوث سايد دورسالي اند فنترالي. راح نلاحظ عندنا فاشولا هيباتيكا، هذا فاشولا هيباتيكا، هذا فاشولا هيباتيكا، هاي فاشولا بسس بوسكاي، وعندنا باراغونيماس وستغماني. فاشولا هيباتيكا تكون أصغر من البقية، و the giant intestinal flux هو فاشولا بسس بوسكاي اللي هو هذا أطولهم بالطول من حوالي تقريبا 2 إلى 7 سنتيمترات، بينما باراغونيماس تتميز أن تكون هي أصغرهم، لكن شنو ستوتر، شوف يعني العرض كونستوتر ذان أذر الفلوكس. وبعد عندنا مقارنات أخرى، عندنا بالنسبة لاحظوا تلاحظون هنا أنا مثلا عندنا أورال سكر، هنا أورال سكر، هذا عندنا فنترال سكر يكون بالنص، ووجود مثل الشولدر هذا تلاحظون يعني البرو صاير الأورال سكر بارزة لي برا، بحيث إن تتكون مثل الشولدر للور. فيعني إذا هنا أنا راح عندنا مثلا عندنا هاز كونيكال بروجكشن زين، يعني يصير مثل الأكتاف زين، هاي منطقة بروز اللي يسموه كونيكال بروجكشن، بينما هنا لا شوف ماكو أي بروز، يعني رأس عادي، يعني أورال سكرز ماكو مثل الأكتاف مثل ما موجود عندنا بالفاشولا هيباتيكا، وكذلك هنا ماكو، فيسموه without conical projection، without conical projection يعني هذا البروز اللي طالع منه نسميه conical projection، هاي المنطقة هو conical projection زين. وعندنا طبعا لو نلاحظ الفارينكس يكون موجود هنا، يكون ايضا موجود، يعني هاي فقط للاطلاع، يعني اهم شيء عندي هاي النقاط الموجودة الاولانية فقط بالمقارنة مطلوبة منكم، هاي 3 نقاط زين، هاي فقط اضافة. يكون برانج سيكام، وعندنا كولايد يوتراس، وعندنا برانش اوفري، من برانش شو اسمه، هذول كلها تقريبا متشابهة، بس فقط هنا عندنا كويلد يوترس، يعني أنا أهم شيء هذولا بس يعني كمقارنة ال3 نقاط الأولى زين. هذا هو شكل الأدلت بالإنتستينال أند ليفر ولانج فلوكس زين. عندنا المورفولوجي مال بلاد فلوكس، إحنا قلنا دايشيس، رغم إنه هي دايشيس لكن دائما نشوفهم على شكل كوبيولا، الفيميل والأند فيميل. فلو تلاحظون هذا الشكل، هذا الشكل راح تشوفون انه الفيميل تكون thinner and more cylinder than male، والميل يكون stouter than الفيميل، ويوجد داخل يعني في جهة البطنية من الميل راح هنا اكو اخدود يسموه gynosyphoric canal، هاي الاخدود ضروري انه يكون موجود بالميل ليساعد على maturation للفيميل، الفيميل دائما تكون يعني قاعدة بهال الاخدود. شوف هنا رسمة لكم بيدي، عندنا الميل يكون هذا تقريبا يشبه بانانا شيب،
زين with هذا الشق الموجود في الجهة يسموه، فهم؟ طبعا اسم الشيستوسوم، الشيستوسوم جاي منين؟ من هذا الشق. مع شيستوس معناته سبلت يعني أجسام المنشقة، فالجسم الميض يكون دائما مشقوق من البطن، مثل شلون تفتح الموز نفس الشيء، الفيميل تكون نايمة بهال الجاينوسيفوريك كانال اللي هي هاي جاينوسيفوريك كانال. طبعا أورال سكر نفس الشيء، أورال فنترال سكر نفس الشيء، هم عندها هي الأورال وعندها فنترال موجود، هذا ما يسمى بالكوبيولا. دائما تشوفهم بهالشكل، ورغم انهم دايش يس، بس في اكثر احيان تكون تتواجد بهالشكل، حتى من تريد تمشي بالبلاد بازل تمشي على شكل كوبيولا. زين حسب اللايف سايكل افهمكم شلون، يعني اول شيء شلون يتكونون ميل ان فيميل، بس هي اكثر احيان تكون موجوده هيك. بالنسبه للهابيتيشن مات الشيستوسوم مانسوناي ليفز وين ان انفيريور مازنتريك فانيولز لارج انتستين، تمام؟ اند وين and cause شنو عندنا قبل هاريزيا، والشيستوسوما جابونيكام lives in superior mesenteric venules، والهيماتوبيام لا بالفينوس لاكسس اوف يورينري بلا